700 مدينة من جميع أنحاء العالم يجتمعون في برشلونة للمشاركة في المؤتمر العالمي للمدن الذكية. هدفهم الإجابة عن هذا السؤال: ما الذي يجعل المدن الذكية قابلة للعيش؟ قطر لديها الجواب، حيث تم بناء تلك المدن بالفعل. إنه ليس حلماً مستقبلياً، بل هو واقع. في 2010 بدأت أعمال إعادة بناء مدينة مشيرب من جديد. من قلب الحي التجاري القديم تم ولادة مشروع مستدام لمدينة ذكية بهوية قطرية أصيلة وتصميم معماري فريد. العيش في المدن الذكية يعني نمط حياة أفضل لك ولعائلتك وللأجيال المستقبلية. حياتك اليومية أصبحت أسهل بكثير بفضل ما يتوفر لك من خلال لمسة زر فقط. مشارب قلب الدوحة هو واحد من أهم المشاريع العمرانية المستدامة لتطوير وسط مدينة في العالم. يتم تسخين المياه وإنتاج الكهرباء عن طريق استخدام تقنية الألواح الشمسية. هذا وتعمل التصاميم الذكية المستخدمة على خفض مستويات الطاقة اللازمة بمقدار 32%. سيتم اتباع استراتيجية لترشيد استهلاك موارد المياه من خلال تبني طرق عدة لتجميع مياه الأمطار ومياه وحدات التكييف ومياه الصرف الصحي، كما سيتم استخدام الصنابير المنخفضة التدفق مما يخفض الاستهلاك بنسبة الثلث. أما داخل المنازل فمن السهل جداً دفع الفواتير ومتابعة نسبة الاستهلاك للماء أو الكهرباء. والمدينة ببنيتها الذكية تصل كذلك إلى مستويات تحت الأرض من خلال ما تشتمل عليه من شبكة الأنفاق التي تسهل توفير كافة الخدمات اللازمة، وكذلك تعمل على إبقاء الشوارع فوق سطح الأرض خالية من الازدحام المروري. مركزي بيانات يشكلان عقل مشروع مشيرب قلب الدوحة. من خلالهما يتم تسجيل وتوزيع المعلومات في جميع أنحاء المدينة. التنقل في أرجاء المدينة سلس بفضل أول عربة ترام كهربائية في قطر. الشوارع مصممة لتسهل وتؤمن التنقل. سيتم ركن السيارات في المواقف تحت الأرضية، ومن خلال تطبيقات الجوال سيكون من السهل إيجاد سيارتك في أكبر موقف مترابط ومتصل للسيارات في العالم يقع تحت الأرض. هناك العديد من الفعاليات الخارجية والتي يمكن الاستمتاع بها بفضل التكنولوجيا الذكية في براحة مشيرب، والتي تعد بمثابة واحة بعيدة عن الشمس الحارقة. مشيرب قلب الدوحة بيئة تمنحك الراحة النفسية، هذه هي الطريقة المثلى للعيش. المدينة الذكية متأهبة ودوما متجددة وباستمرار. غرف المراقبة جاهزة للاستجابة على الفور لأي حدث أو طارئ، هي العين الساهرة التي تحرص على توفير الأمن. مشيرب قلب الدوحة حريصة على هويتها وتراثها الأصيل عبر حيها التراثي المميز وما يضمه من متاحف تراثية. ذكاء المدينة في خدمتكم ليلاً، حيث الشاشات التفاعلية والتكنولوجيا التي تمنحكم القدرة على التحكم بالمنازل عن بعد. مدينة
تحتفي بوعد المدن الذكية عبر تطوير وتحسين نمط الحياة. عش حياة ذكية في مشيرب قلب الدوحة. عش فخوراً في قطر.